تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله علم غريب والحاسس الغريب الذي لا تنعصر امراض افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترادات اصعب راسا من عالم الامكان صوره حاد الانسان ليتصرف في وجود السلام وينتشر اسراره في الاذهان وما من سر اتصال به قلب مريد الا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا ذا القلب سروره قد توالى بحبيب عم الانام نوالى جل من شرف الوجود بنور ابعد الكون بهجه والجمال صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقامي ودنا في مجده وتعالى لا غطت العيون في من جدلته بشرا كاملا يسير ما قد رعته رفعة في سهوله وكمالا وسبحان الذي أبرز من غدرة الامتنان ما يجز أن وجهه اللسان يهار في تأكل معاني انتشر منه في عالم البطون وهو في عالم البطون والظهور ما معنى الوجود ينور وتبارك الله من إله كريم بشرنا آيته في ذكر الحكيم بالإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين